طيب النهارده الحقيقه انا فاتح ملف اتمنى ان هو يحوز على اعجاب الناس. اللي انا شايفه على من التفاعل الاهلاويه على السوشيال ميديا مبسوطين الحمد لله بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، لانه كلام مهم جدا فيما يخص اين نقف في ملف الاستثمار الرياضي. قبل بس ما اقول اين نقف في ملف الاستثمار الرياضي، انا حابب جدا ان انا اشكر زميلنا محمد عبد المنصف. محمد اشتغل جامد جدا على هذا الموضوع خلال الفتره اللي فاتت، لان بقى لنا اسبوع تقريبا بنحضر في هذا الامر، فانا بشكره مره تانية على الهواء مباشره على الشغل الكتير والكبير اللي هو عمله. وهو كان لسه بيسالني سؤال الحقيقه قبل في الفاصل، محمد كان بيسالني يعني بيقول لي يا كابتن طب يعني هل امتى ممكن يبقى عندنا احنا في مصر هذه الارقام او ارقام يمكن البناء عليها خلال الفتره اللي جايه. انا بتكلم عن النادي الاهلي، فبالتالي انا ممكن اجيب الارقام من جوه النادي من كذا من كذا، ولكن عموما بشكل عام هل من الممكن ان يكون عندنا ارقام؟ لان حتى هذه اللحظه واعتقد انت اكتر واحد تقدر تقول لنا هذا الامر. بص كابتن، طبعا موضوع الاقتصاد الرياضي او الاقتصاد في كره القدم موضوع كبير جدا ويشمل توبيكات كتيره. مثلا هربطه بنقطه بسيطه كان الناس بتتكلم عليها في الفتره الاخيره وكان حصل عليها جدل. هل لما فريق بيكسب بطوله وفريق ما يكسبش ده معناه ان هو اقتصاديا ثمنه في الرعايه الجايه يقل ويبقى اكتر من التاني او العكس صحيح؟ لا، ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. ليه حاجات كتيره، ليه حاجات كتيره. النهارده احنا بنتكلم على البراند. أوكي. النهارده مثلا بنتكلم على النادي الاهلي، براند النادي الاهلي ده له ثمن. الثمن اللي بيحدد براند النادي الاهلي ده حاجات كتيره جدا، منها تاريخ النادي، منها الفروع. النادي ده ليه كام فرع؟ ليها النهارده النادي ده في اخر 10 سنين رياضيا في الرياضات كلها بيعمل ايه؟ عنده قاضي فيزيونيه ولا ما عندوش؟ عنده اكاديميات حجمها قد ايه؟ امور كتيره جدا 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 لا تكفي ان الرياضيين بس اللي يتكلموا فيها. زي ما كنا بنتكلم على موضوع اتحاد الكوره، وان كان لازم مثلا في موضوع الاقتصاد كان لازم اقتصاديين عشان يحطوا الحته دي. فموضوع كبير ومتشعب جدا للغايه، ولكن النهارده فعلا واحده من النقط بقت مهمه قوي في العالم بنشوفها، ان في انديه صغيره بدات النهارده تجد لنفسها ما يشبه في وجهه نظري ميزانيات الدول الصغيره في العالم بسبب كره القدم. تلاقي نادي مثلا ممكن يستثمر ما يقرب من 20 و30 مليون يورو في سنه واحده، وهوب السنه اللي بعديها اللاعب ده اللي هو جاب او مجموعه اللعيبه اللي هو جابهم بال 30 20 30 مليون يورو دول باعهم بما يقرب من 200 و300 مليون يورو. برضو عندنا الاكاديميات دايما وابدا واحده من وجهه نظري من عوامل نجاح اي نادي كبير في تحويل المجهودات اللي بتتعامل مع اللعيبه الشباب الصغيره لفلوس. شفنا النهارده مثلا نادي بقاله 3 سنين اعتقد بقى يعني بنسمعه كتير، جيراسيون فوت، نادي او الاكاديميه السنغاليه، هو نادي تابع لنادي فرنسي ستاد رين، ونادي بيتصرف عليه كتير جدا. شفنا حتى لعب في مصر هنا من حوالي سنتين، والنهارده النادي ده بيصدر لعيبه لاوروبا بالظبط بمبالغ كبيره. ده بسبب ايه يا كابتن اسلام؟ بسبب النهارده الكوره تحولت لبزنس. فالبزنس ده بقى في كذا توبيك، في توبيك الاكاديميات، في توبيك بيع وشراء اللاعبين. انا ممكن النهارده انا ابقى نادي استثماري، مثلا دايما بقول ان نادي فالنسيا حافظ على نفسه في اسبانيا وفي الدوري الاسباني منذ التسعينات، ورغم كان عندهم ازمات اقتصاديه كتيره بسبب انه جه خد قرار قال انا هصدر اللعيبه بتاعتي. نعم، انا هخلق لعيبه واصدر. انا ولا بنافس ريال مدريد ولا بنافس برشلونه، وانا مش في نفس الرانك بتاعهم، مش عايز. انا هبدا اطلع لعيبه صغيره وابدا ابيعها سواء داخل اسبانيا او خارج اسبانيا عشان اقدر اعيش واكسب واخلي دوره راس المال تلف بالشكل الطبيعي وافضل عليه. انا شايف النهارده بصراحه ربما اعتقد في الحلقه اللي كانت كتير الانديه الفرنسيه بقت من اكثر في وجهه نظري الشخصيه اكثر الانديه نجاحا في العالم في مساله التسويق اللاعبين سواء اللعيبه او الاكاديميات.